السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو هنتكلم على مؤشرات المدن الذكية، ايه الحاجات اللي ممكن تقول لنا ايه هي المدن الذكية، وهل هي المدينة دي فعلا مدينة ذكية ولا لا؟ فالمدينة الذكية المفروض ان انت تستخدم التكنولوجيا لتحسين نوعية الحياة وتقدم حلول للتعامل مع التحديات المجتمعية، لان التحديات المجتمعية عندنا زيادة توتر وشدة كوارث واحداث سلبية. فالمدن الذكية المفروض إنها تساعدنا على إن إحنا نصمد أمام الكوارث، ولازم يكون في مؤشرات خاصة بالاقتصاد، بالأشخاص، بالحوكمة، بالبيئة، بالتنقل، بالمعيشة. كل الحاجات دي خاصة بالمدن الذكية، وفي طبعا مؤشرات، تمام؟ كل واحدة بنبدأ إن إحنا نشوف إيه الحاجات اللي فيها. ما ينفعش يكون في مدينة ذكية والمياه اللي فيها مش نظيفة، أو في مشكلة في الصرف الصحي أو. طيب خلينا نبدأ نشوف مثلا لو احنا بنتكلم على نقطة الاقتصاد مثلا، فهنلاقي في الاقتصاد لازم يكون في تعاون، ولازم يكون عندنا اقتصاد معرفة، ولازم يكون في ريادة أعمال وفي تمويل. طيب بالنسبة للتعاون، لازم ايه نسبة الإنفاق على البحث والتطوير؟ ايه هل في سياسات وبرامج وخطط لتعزيز الإبداع والابتكار؟ وطبعا مش مجرد حاجة مكتوبة، لا، لازم يكون في خطوات جدية لتنفيذ الحاجات دي. طلبات براءة الاختراع والتسجيل لكل ساكن، المركز تنافس المدينة من حيث المراكز العلمية والهندسية. طيب بالنسبة لاقتصاد المعرفة، هل عندنا اقتصاد أخضر ولا لأ؟ حصة الاستثمار العام والاستثمار الخاص في الصناعات الذكية، معدل استيراد التصدير بالصناعة والاقتصاد كثيف المعرفة، التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومية، وهل في تبادل لمعرفة الرعاية ولا لأ؟ والأعمال الإلكترونية وحجمها بقى قد إيه؟ طب بالنسبة لريادة الأعمال، هل في سياسات وبرامج وخطط تعزيز برامج الأعمال مفعلة ولا لأ؟ معدل العمالة، عدد الشركات الناشئة، عدد الأعمال والشركات الجديدة سنويا. وبالنسبة للتمويل، نسبة التمويل للمشاريع في المدن الذكية، وهل في مراعاة للمتطلبات واحتياجات السوق في تخطيط المدن؟ إجمالي القيمة السوقية للممتلكات التجارية والصناعية. بالنسبة للناس، التعليم والمهارات التكنولوجيا المعلومات والانفتاح. بالنسبة للتعليم، الأهمية كمركز للمعرفة، نسبة العاملين في قطاع التعليم العالي والتطوير، اتجاهات محو أمية الكبار، توفر وتغلغل التعليم الإلكتروني وأنظمة التعليم عن بعد، التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتوعية بفوائد المدينة الذكية، نسبة الطلاب والمدرسين. يعني مينفعش مدينة تقول إنها ذكية ومفيهاش جامعة والناس بتروح عشان تدرس جامعة لمدينة تانية كل شوية كل يوم تنقلات. المستوى التكنولوجيا المعلومات، نسبة السكان الحاصلين على تعليم ثانوي، نسبة المئوية الحاصلين على التعليم، مهارات اللغة الأجنبية، مهارات الكمبيوتر، انتشار الإنترنت، سرعة الإنترنت، انتشار الشبكات الاجتماعية، مستوى المعرفة الرقمية. طيب النقطة الثالثة، الانفتاح، موقف السكان من الآخرين، نسبة الأجانب والمواطنين المولودين في الخارج. طيب ده بالنسبة للتعليم والناس. طيب لو دخلنا بقى في الحكومة، إيه هي الآليات اللي تأكد إن الحكومة دي ذكية ولا لأ؟ عندنا رؤية، وعندنا أطر قانونية، وعندنا مشاركة، وعندنا شفافية. بالنسبة للرؤية، هل هي متكاملة وشاملة لرؤية المدينة الذكية؟ هل في خارطة طريق للمدينة الذكية والناس كلها عارفاها وعارفة إيه الخطوات اللي هتيجي الفترة اللي جاية، وتقدر تحاسب الحكومة هل هي نفذت الوعود بتاعتها ولا لأ؟ الخبرة في تطوير التكنولوجيا، التزام القيادة ببرامج المدن، هل في قيادة قوية؟ هل في خطط واستراتيجيات لتعميم تخطيط المدن الذكية وكيفية مراقبة الأداء؟ بالنسبة للأطر القانونية، هل القوانين واللوائح بتاع تخطيط المدن الذكية مفعلة ولا لأ؟ هل في استراتيجيات للتغلب على الحواجز والمشاكل؟ الأطر القانونية والتنظيمية لخصوصية المستهلك. بالنسبة للمشاركة، هل في حرية ولا لأ؟ هل في السلطة المحلية وإدارة المدينة تتعاون في برامج الحلول الذكية؟ هل في مشاركة عامة وإشراك لأصحاب المصلحة في صنع القرار؟ أصحاب المصلحة اللي هم السكان، دول أهم ناس. هل في إدماج للناس بالنشاط السياسي؟
وممكن استخدم بوكتشير في ان هم يدلوا بصوتهم في الانتخابات لضمان عدم سرقة الاصوات. الترابط الديناميكي مع المواطنين والمجتمعات والشركات، عندنا انتاج وتسليم الخدمات التعاونية. وبالنسبة للشفافية، الشفافية الحكومية ومساءلة القيادة ومهارات رسم الخرائط ووضع البيروقراطية في البلاد ومؤشر الفساد. وعندنا الخدمات العامة، رقمنة الحوكمة والإنفاق العام على تكنولوجيا المعلومات ومعدل اختراق الخدمة الحكومية عبر الإنترنت، وجود منصات للدفع الإلكتروني والجوال، والإدارة المتكاملة زي قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة الحضرية والأنظمة الفرعية، حالة مشاركة البيانات، التنسيق بين القائمة المتكاملة، ويبقى في شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتقديم الخدمات، والحوكمة من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، والمشاركات عبر مدن من أجل المعرفة. طيب بالنسبة للمعيشة، دي من أحد الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها، لأن إحنا لما بنتكلم على المعيشة بنتكلم عن التماسك الاجتماعي، بنتكلم عن العدالة، بنتكلم عن الثقافة، بنتكلم عن عودة السكن، جودة السكن والرعاية الصحية والسلام. طيب لما نيجي ناخدهم كده واحدة واحدة، هنلاقي التماسك الاجتماعي، تماسك المجتمع، الهيكل الديموغرافي، الثقة وقواعد المعاملة بالمثل، التنوع وتدابير التنوع. بالنسبة للعدالة، مستوى الدخل، حماية حقوق الإنسان، الوصول المادي لوسائل الراحة، الوصول السهل للخدمات والمرافق، إمكانية الوصول للخدمات. بالنسبة للثقافة، البنية التحتية وجودة المركز الثقافي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الثقافي وحماية التراث الثقافي. بالنسبة لجودة السكن، نفقات السكن والمعيشة. بالنسبة للرعاية الصحية، نفقات الرعاية الصحية، التأمين الاجتماعي، المصلحة العامة، نظام رعاية الأطفال. بالنسبة للسلامة مثلا، يكون في استجابة سريعة لقسم الشرطة والمطافي وهكذا. الخسائر الاقتصادية والكوارث بتتعامل معاها ازاي، أمن وسلامة الأفراد. وفي الرفاه الشخصي، ده الرضا عن الحياة وزيادة رضا الموظفين عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طيب لو دخلنا بقى في الجزء الخاص بالتنقل والمواصلات، فبنلاقي إن البنية الأساسية للمواصلات وإدارة النقل، والبنية التحتية للاتصالات، إدارة تكنولوجيا المعلومات، إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دي كل دي عوامل لمعرفة المواصلات في المدن الذكية. هل في وسائل نقل خضراء؟ هل في نظام نقل عام وجودته؟ معدل ملكية السيارات الخاصة قد إيه؟ في هل في خدمة مشاركة السيارات والدراجات؟ هل في إمكانية إن أنا آخد دراجة من أي مكان وأمشي بيها، ولا لازم يكون في حاجة خاصة؟ هل في نظام إدارة الإدارة الذكية ولا لأ؟ إدارة النقل، الطرق وكفاءة المرور على الطريق والسلام على الطريق والحد من الحوادث. بالنسبة للبنية التحتية للاتصالات السلكية والمعلوماتية، بنتكلم على الصيانة والمراجعة للبنية ومنصة متكاملة لتشغيل وإدارة المدينة الذكية وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بنتكلم على خدمة الإنترنت، خصوصية المعلومات وإدارة الأمن، وفي أنظمة ولوائح لحماية الطفل على الإنترنت، وتطبيق خدمات الحوسبة السحابية، وتنوع خيارات الحجز والدفع. إمكانية الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الوصول المادي للبنية التحتية، الوصول الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات الرقمية، الإنفاق العام على تكنولوجيا المعلومات، اشتراكات الإنترنت الثابت واللاسلكية، معدل ملكية الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول والأجهزة الشخصية. بعد كده هنتكلم على البيانات، وده حجر الأساسي في المدينة الذكية. انفتاح البيانات، هل البيانات متوفرة بشكل مفتوح للناس كلها؟ الاستشعار والجمع، سنسور موجود بحيث ان احنا نقدر نعرف كل حاجة في الوقت الحقيقي. في تحليل للبيانات ودرجة جودة البيانات، في تفاعل مع اتخاذ القرارات الحكومية، في تفاعل مع صنع القرار وهكذا. كل دي عوامل بحيث ان احنا نقدر نحكم هل المدينة